السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال سنة رابعة، حبيب قلبي، من كنكت بلس، ويلكم باك. النهاردة إن شاء الله يا أبطال هنبدأ نحل مع بعض كده امتحان خفيف برضو ضمن سلسلة المراجعة لامتحان الترم. فتست 4 بادئ بنص استماع بيقول There are lots of interesting things under the sea. Some fish are very brightly colored. The bright coral can help fish hide from a bigger one. يعني الشعاب المرجانية البراقة بتساعد السمك في الاختباء من الأسماك الأكبر. Bright colors can be a warning that the animal is poisonous. الألوان البراقة ممكن برضو تكون علامة إن الحيوان ده سام. طيب تعال نحل الليسنينج مع بعض. There are lots of طبعا interesting things to see under the sea. تاني حاجة some fish بعض السمك are very brightly colored يعني ألوانه براقة. و the bright corals الشعاب البراقة الزاهية can help fish بتساعد السمك إن هو hide يختبئ from a bigger one. Bright colors الألوان الزاهية can be a warning ممكن يكون تحذير that the animal is poisonous أن هذا الحيوان سام. بعد كده عندنا سؤال البوكس عندي وير بورت ايربورت فيزيت. بسمة بتقول هاي ولاء، فولاء قالت لها ويلكم تو كايرو. Is it your first طبعا is it your first visit هل هذه أول زيارة تو كايرو؟ قالت yes it is. طيب ايه دي يو ليف يا ولاد؟ قالت I live in Alexandria. أكيد بنسأل عن المكان وير. Where do you live؟ I live in Alexandria. What are natural features it has؟ يعني ايه هي السمات الطبيعية اللي فيها اللي في اسكندرية؟ Lots of ships كثير من السفن go in and out بتدخل وتخرج of the الميناء طبعا port الميناء. Great I wish you would enjoy your visit in Cairo. طبعا السفن مش هتدخل المطار airport الميناء الجوي اللي هو المطار. طيب تعالى ننزل عندنا قطعة بتقول Ancient Egyptians قدماء المصريون used scribes استخدموا الكتبة to write down everything ليدونوا كل شيء that happened كان يحدث. Scribes were very important people. الكتبة كانوا ناس مهمة جدا. They worked for ruling dynasties. كانوا بيعملون لدى السلالات الحاكمة ruling حاكم dynasties السلالات. Important dynasties السلالات الهامة سلالات الحاكمة الهامة controlled Egypt for many years حكموا مصر لسنوات كثيرة. These were important families ودول هم الأسر المهمة who ruled the country اللي تحكموا في الدولة أو حكموا الدولة. Ancient Egyptians قدماء المصريون wrote in hieroglyphs كتبوا بالهيروغليفية which are pictures or symbols اللي هي عبارة عن صور أو رموز that can mean one word or many ideas معناها كلمة أو أفكار كتير. We can see these hieroglyphs بنرى هذه الكتابات الهيروغليفية today النهاردة in tombs في المقابر and museums والمتاحف. طيب the main idea of the text is about الفكرة الأساسية للنص ده عن إيه in ancient Egypt rulers الحكام ولا scribes الكتبة ولا pharaohs الفراعنة ولا symbols الرموز. لا طبعا الفكرة الأساسية للنص ده كانت عن سكرايبس الكتبة، أهم حاجة عندنا هنا الكتبة. طيب تعالى كده نبص تحت. إيه are important families who rule the country الأسر المهمة اللي حكمت الدولة اسمها dynasties السلالات. We can see hieroglyphs in بنرى الكتابة الهيروغليفية في and museums والمتاحف in tombs في المقابر والمتاحف. هننزل تحت على سؤال بيقول لي Why were scribes important in ancient Egypt؟ ليه الكتبة كانوا مهمين في مصر القديمة؟ أطلع تاني على القطعة وأقول له Because لأن they wrote down everything that happened. تمام لأن هما كتبوا بس write هخليها wrote. تمام wrote they wrote down everything that happened لأنهم دونوا كل شيء كان يحدث في مصر القديم.
بيسألني بيقول لي what did important dynasties do for many years؟ السلالات الهامة عملوا إيه لسنوات كثيرة؟ controlled Egypt. They أو important dynasties controlled Egypt for many years. تحكموا في مصر لسنوات كثيرة. ستوري عندنا زينب loved the big picture with all the flowers through. زينب went to her grandparents in winter falls in summer. Who invents things all the time؟ مين اللي كان بيخترع أشياء طول الوقت؟ طبعا الإجابة لبنى. Okay. لبنى اللي كانت بتخترع أشياء طول الوقت. بعد كده عندي زينب the grandparents أجداد زينب were very eager to see her. كانوا إيه جدا لما شافوها، طبعا كانوا were very pleased مسرورين to see her لما شافوها. هي زينب اللي كانت excited، ولكن أجدادها كانوا pleased مبسوطين. عندنا سؤال تشوز هنا بيقول لي our heart قلبنا is the blood الدم. طبعا قلبنا مفرد our heart. من أصحاب الاس فأقول له pumps pumps the blood around our body. طيب ants are a humans. أنا بقارن بين اتنين فبستخدم الدرجة التانية اللي هي stronger than. Ants are stronger than humans. Number three يا ولاد he is very a. His father bought a new bike for him. بابا اشترى له عجلة جديدة فهو happy مبسوط. أنا ما بقارنش دلوقتي فأقول الصفة العادية happy. طيب there is a big party. طبعا a big party مفرد فأنا مش هفكر في where. طبعا in my school last week يبقى there was كان يوجد a big party in my school last week. Miss Hala is a teacher. أنا عايز أقول Miss Hala مدرستي، يبقى Miss أو مدرستنا، يبقى Miss Hala is our teacher. طب ليه مش ours؟ لو أنا هقول ours ما أقولش teacher، ما أجيبش الإيه الاسم وراه، أقول Miss Hala is ours. لكن جبت الاسم فأقول Miss Hala is our teacher، أجيب صفات ملكية. نبص على الترتيب مع بعض. Was in Egypt music important ancient؟ يبقى music was الموسيقى كانت important مهمة in ancient Egypt في مصر القديمة. Natural what resources are؟ What are natural resources؟ Here have mammals on bodies there. Mammals الثدييات have لديها hair شعر on their bodies على أجسامهم. طلب مني بعد كده إن أنا أكتب إيميل to your friend Hind about your city عن مدينتك. طيب يبقى أنا لما أجي أظبط كده هكتب هنا subject my city مدينتي my city مدينتي. أوكي from من مني أنا إيميلي أنا. هو قال لي your email address is sara@gmail.com. يبقى from من سارة at جيميل دوت كوم تو إلى صديقتي، وهي إيميلها your friend's email address is hind22@yahoo.com. يبقى أقول له تو إلى أقول له هند twenty two at ياهو دوت كوم. طيب بعد كده طبعا انا بكتب هنا دير واسم الشخص اللي انا ببعت له، فانا ببعت لهند. تمام فهكتب هنا دير هند او هاي هند ايا كان في الجزء ده، كده اكتب دير هند. اوكي طيب ابدا ان انا اكتب بقى الايميل بتاعي. انا بتكلم على ماي سيتي مدينتي. الراجل قال لي خد معاك كلمه متروبوليتان densely populated pedestrian وكمان congestion. حاضر تعالى كده نتعرف على الكلمات دي ونشوف هنعمل فيها ايه. اول حاجه انا
هسيب قيمة حرفين وأقول لها how are you، كيف حالك، أعملها علامة استفهام، وبعد كده أقول لها I want to tell you، أريد أن أخبرك about عن my city، عن مدينتي. طبعا متروبوليت يعني أولاد يعني عاصمي، المدينة هي على العاصمة، فأقول لها it's a metropolitan city، إنها مدينة عاصمية، يعني هي الكابيتال سيتي. It's a metropolitan city. عايز بقى تقول له مثلا أو تقول لها that means my city is the capital city، ممكن نقولها that means it is the capital city. أما densely populated يعني ذات كثافة سكانية عالية، مكتظة بالسكان، فأقول مثلا it is densely populated. فيجيتيريان اللي هم المشاة، تمام، الناس اللي بتمشي في الشارع يعني، فأقول مثلا it has a lot of pedestrian. أما كلمة congestion اللي هي الزحام، هقول له there is، أقول لها بقى there is always، يوجد دايما congestion اللي هو يعني ازدحام مروري بطريقة يعني صعبة شوية، إن العربيات دايما واقفة ما بتتحركش من الزحام، تمام؟ There is always congestion. طيب أوكي، هبدأ إن أنا أختم وأقول لها مثلا yours صديقتك، أعمل كومة كده وأقول لها اسمي سارة. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، خلصنا. Thank you for watching، ما تنساش إنك تاخد سكرين شوت لهذا الإيميل، بحبك جدا، و ما تنساش تدينا اللايك الحلوة بتاعتك قبل ما تقفل، وحشني كتير جدا لغاية السيشن الجاي إن شاء الله. سلام يا بطل، goodbye.